بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم فلوغ من واد بيبي. واد بيبي منطقة في سكيكدا مشهورة بجمالها الساحر، وين تجتمع الغابة مع البحر مع الجبال مع لي كورنيش والجزر الصغيرة. كما كنتم تشوفوا لهي بعيد كاين جزر جميلة جدا رائعة. أنا دوكا نصور لكم من الفوق كاع من الطريق، لكن من بعد نهبطوا في الأسفل ونزيد نشارك معكم مناظر. إن شاء الله تعجبكم. كما كنتم تشوفوا هنا الخضورية ما شاء الله، جبال وتلتقي زرقة البحر مع اللون هذاك الأخضر التركواز الرائع. نتمنى ان المنظر راه يبان لكم. هنا ندير لكم واحد الزوم هكا. هنا كاين جزر، كاين جزر تسمعوا في الصوت هذا تاع الاحراش. شوفوا من هنا الفوق، رانا حبسنا هنايا باش نصور لكم المنظر هنا جميل. منا هذه منا سي واد طريق واد طنجي، وحنا رانا مكملين الواد بيبي ان شاء الله. على بلاج تحت راهي تبان منا. هادوم لي بلاج هنايا تاع واد طنجي رانا نشوفو فيهم من الفوق. شوفو الارخبيلات والجزر ديالها. الجزائر معروفة بالجزيرات الصغيرة تاعها او الجزر الصغيرة اللي على طول الساحل الجزائري تاعها، خصوصا هنا في الولايات تاع الشرق الجزائري. شوفو الجمال، شوفو اللون تاع الماء. هنا الماء تاعها صافي صافي صافي. لو كانت واحد يقيس لبرة في الماء يشوفها من كثرة الصفاء والنقاء تاع الماء هذاك. وهنا في الطريق تلاقينا على مد ولا طول الطريق كاين نتلاقوا التوت البري كما راكم تشوفوا هنايا، توت العليق او التوت البري. طيب شوفوا ما شاء الله، شوفوا التوت نمسحها وناكلها. هنايا كاين التوت، قلت لكم كاع على طول الطريق تاع هذا الشاطئ، على طول الطريق هنايا، خصوصا هنا في الاحراش تاع ولايه سكيكدا كاين فيهم هذا العليق كما حنا نقولوا له توت العليق او التوت البري. بغيت نشاركه معكم، كليت وما بغيتش ناكل وحدي بلا ما نشارككم في الفيديو. بغاو ولادي ينحوا من ان شاء الله في الروتور كي نجوا موليين. شوفوا فراشة كي شابه. هذه هي الطريق، الجزيره اللي رايت الضرو. هنا الضرو كاين بزاف هنايا في مدينة الغابات تاع سكيكدا، هما معروفين هنا انهم يخدموا زيت الضرو. كما كنتم تشوفوا هنايا نشوفوا نتلاقوا هاد البساتين كيما هكا، عندهم ماليهم هاد البساتين هنا.
للأسف. الخضار دايرين هنا، الخضار يديروا أيضا الشوايه فيه. شوف الشجرة هذه شحال شابة، شوفها قاعدة تحت ظل ديك الشجرة. يا سلام يا سلام يا سلام، شنقول لكم؟ صلنا وياكم للظل تاع الشجرة. شوفوا الدفلة، شوفوا الورد كي شباب تاع الدفلة. هبل هاهي الشجرة، شو كي شابة وكبيرة. يا سلام. ندير لكم تصوير بانورامي من الاسفل الشجرة هذه. شوفوها شجرة كبيرة عملاقة قديمة، هذه راها عندها ابارامون قرون وهي هنايا ما شاء الله. هذا شجرة الزيتون وتوت العليق على طول الطريق هنايا وين تروحوا كاين هذا تاع التوت. وصلنا للشاطئ، هاو شويه الريح، لكن حنا مش لهذيك البلاصه اللي رانا رايحين ليها، مازال زيدو نمشيو شويه باش نحكم واحد لوندغوا شباب. سمعوا الامواج صوتها رائع. الشاطئ شحال كبير هنا، دي الجزيرة. أنا وصلنا تقريبا للمكان اللي رانا جايين ليه، شوفوا الجمال، شوفوا الشفافية تاع الماء، شوفوا الماء شحال شفاف. يلا استمتعوا معايا بالمنظر. هذا الصياد راح حاط صندوق تاع الحوت هنا. نطلعو اروح احس طيحه.
ولدي مسكين ما راه عارف لا يمشي ولا يشد روحه ولا يشوف المنظر. نطلعوا ميم الغادي راه كالم كالم من تما ما كاينش الامواج. الولاد يعوموا على راحتهم. شوفوا منا ما شاء الله. كنفوتوا في وسط هذا الطريق الضيق، الاماكن الجميله دائما لابد انك توصلي لها بصعوبه. شوفوا هذا الممر جميل جدا. اني نمشي ونصور لكم، بغيت نشارككم لحظه بلحظه تستمتعوا معايا بهاد الجوله وبهاد المناظر. سمعوا الصوت معايا، شوفوا الاشجار هنا. بقاو هنا نتوما هنايا. شوف الطريق نورمالمو، هذا هو الممر اللي نهبطو معاه. شوفو هاد الجمال، شوفو هاد الجمال، يستحق العناء. هذا هو المسلك اللي فتنا منه، هو جاي في الاعلى وهبطنا كيما هكا كيما راكم تشوفوا الاشجار هنايا. الطبيعه اوجع عندكم باش يتصور. بغى يتصور. وهذا هو المكان المنشود اللي كنا جايين ليه. ما تحتاج بزاف ناس، ما يديروش لي باراسول لانهم يروحوا يدرقوا كيما الغادي تحت الاشجار كيما راكم تشوفوا هنايا. يبقاو تحت الاشجار ويديروا الشواء هنايا، الشواء على الخشب هذاك تاع الصنوبر وتاع فيه طعم ولا اروع ولا اروع. حنا درك ما جبناش معنا اليوم باش نديروا الشواء، بالك مره واحده اخرى ان شاء الله نشارككم. نقدم للماء باش تشوفوا الزرقه والصفاء نتاع الماء هنايا، باش تعرفوا علاش قطعنا كاع ديك المسافه. شوفوا الشفافيه تاع الماء، شفاف لواحد الدرجه، جميل جدا، جميل جميل. أكرم إيه، هاني جات معكم بعد عومة وتعبة.
هادي هي دوكا رانا مع العشوة، شربنا قهوة ورانا مريحين شوية، دايما يلعبو و شوية نزيد شوية نعاودو نبدو طريق تاع الرجعة إن شاء الله، نعاودو نولو لدارنا. كما قلت لكم الولاد قلعوا شويه تاع التوت البري، وبهذا نكون كملت معكم الفلوغ تاع اليوم. نتمنى انه عجبكم، اذا عجبكم ما تنساوش تخلوا لي لايك وكومنت، واذا اول مره تشاهدوني مرحبا بكم في داري نورتوني، ما تنساوش تشتركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.